إذن مشاهدينا الكرام، تحية لكل المتابعين على قناة شوف تي في، وخاصة على هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا، ومن وبالضبط من جماعة الجوالة دوار خنيفر. احنا عند واحد الكساب اللي كيدير هذا النوع ديال الحولي اللي ما يسمى بالسردي. اذا في ظل هذه الجائحه ديال جائحه كورونا اللي كنتمناهم الله سبحانه وتعالى باش يرفع لنا هذا الوباء في اقرب وقت، الفلاحه تيعانيو او الكسابه تيعانيو كما كتشوفوا معنا مشاهدينا. اليوم دخلنا لهذا الكوري ديال هذا السيد مغات طريق اللي كيتواجد بهاد الجماعه، وغادي نسولوه على المعاناه ديالو، غادي نسولوه على هذا النوع ديال السردي شحال وصل عليه مثلا هذا العام، وهناك واش كاين العيد واش ما كاينش. غادي نشوفوه هو غادي يجاوبنا اشنا هي الانواع مثلا ديال العلف، وكنعرفوا ان في ظل هذه الجائحه الاسواق الاسبوعيه ما محلولاش، يعني الاسواق الابواب ديال الاسواق مسدوده، يعني كما كنعرفوا الكساب كيجيب العلف من الاسواق، لكن اليوم كنشوفوا تبعنا معهم الطريقه ديال العلف شنو كياكلوا هاد الاضاحي ديال العيد واللي كيتسموا بالنوع ديال السردي. اذا متتبعينا غنخليكم مع سي طريق، كما كتشوفوا هذا هو المنتوج ديال السردي ديال هاد المنطقه اللي كتواجد باقليم قلعه اسرغنا واللي معروفه بحولي ديال السردي. تفضل سي طريق، اجي معنا حدا الحواله ديالك. عندنا عام على ديال الايام. تفضل سيري هضر شويه بالجد. هذا بالنسبه للحولي عندنا عام ديال الايام. اييه. هو عندنا هنا في الكوري. بالنسبه لهذا الجفاف اللي كاين، قلنا تنجيبوا لي غير العلف، ما تيخرج ما والو غير العلف، وما كاينش عندنا العلف، وزادتنا هذه الجائحه كرفست هاد الناس بزاف، زاد عندنا العلف الا في الدعم ديال الرويزه. سميتو جلالة الملك هو اللي ينفعنا شويه حاليا. وبالنسبه لهاد الرويزه ما كافياش بالنسبه للحولي، الا بالنسبه للحولي كما تشاهدوا ياكلش المنظر والنخاله ومشكوره المزقور حاليا، وكل شيء طيح ثلاث دراهم الا الرويزه اللي بجوج دراهم بالنسبه لهاد المنطقه. وبالنسبه عانينا بزاف، وتنقولوا حاليا واش كاين العيد ولا ما كاينش العيد. هاد السومه اللي كاينه عندنا حنا حاليا بالنسبه للكساب كرفس شويه معانا، ماشي تهضر غير عليا انا، على الجميع حاليا كلهم كرفسوا. بالنسبه ان مثلا طيع عليك تاش غتقول لي واحد الوقت ولا ما كانش عندك العيد، بالنسبه ما بقى غادي يتكرفسوا الناس بزاف. تنقولوا هذا الا ما كانش العيد غيتكرفس بزاف، ولا كان العيد يتكرفس لان السومه شويه قاسحه على الناس. يعني كيف ما كان الحال كاين العيد ما كاينش انتم عندكم مكرفسين. مكرفسين الناس بالنسبه للجفاف كاين العيد حاليا. بالنسبه للجفاف كاين، يعني الحلوى اللي يبقى عندك زي خمسه دام في النهار الراس من غير خدام هو اللي كاين عندنا هنا حاليا. شحال المده تقريبا ديال شحال المده انتم كتوكلوا هذه الحوليه؟ هذه الحوليه عندنا دابا حاليا 8 شهور عندنا. نعم، يعني 8 شهور ثمن 5 درهم في النهار. يعني شحال واصل عليك دابا هذا الحولي؟ تنقول مثلا عندنا هذا الحولي 3000 درهم. يعني هذا 3000 درهم، إذا مشاهدينا كما كتشوفوا هذا الكساب تيقول لك أن هذا الحولي النوع ديال السردي هذا الحولي واصل 3000 ديال الدرهم. يعني كواصل عليه 3000 درهم، وكيتسائل واش كاين العيد واش ما كاينش العيد، كيف ما كان الحال تيقول أنه تفضل مضروب حاليا. كما كان الحال زاد تاثرنا جائحة كورونا، وطلب الله الله يبعدها منا، الناس تكرفص بزاف بهذه الحاله هذه بالنسبه للجفاف. جفاف ما كاينش، ما جاش عندنا العام، ما كاينش، قلت المطار ما كلشي كتشاهدوا الحاليه كلشي السوم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. اذا مشاهدينا كما تابعتوا معنا هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا ومنطقة ديال دوار خنيفر جماعة الجوالة كما شفت ديالهم هما كلهم حاليين إلا وكيقول أن هذه المهنة ديال هاد الناس اللي كتشوفوا معنا في طلب دوار كامل. نعم، إن شنو الحرفة اللي عنده هي هاد البهايم هادو اللي كيعيشوا منهم كاملين. نعم، بالنسبة لهاد البهايم خاصك ما بقاش الناس تضاف في راسهم ولا مقالين على هاد البهايم هادو، إن راه تشري ديك الجودة اللي عندك راس اللي الرسمة اللي عنده شرا بها البهايم ما تنقابلهم. وبالنسبة جات الجائحة ترفصت الناس شوية في العلف، يعني ولات عندك بحال مضور عندك العلف اللي كلشي 3 دراهم، يعني كنتي تمشي للسوق مثلا وتتصارف مع ناس ديالك وكذا، دابا حاليا السوق الموسمي ما كاينش. نعم، ونطلبوا الله دابا انتوما بالنسبة للحولي كتبيعوه في السوق الأسبوعي؟ لا لا، نمشيو بيه حنا للمكازا في الرباط.
كتديو للرباط. أيه. كديو من هنا للرباط. كديو من هنا للرباط. أيه. تيجيو عندنا ناس تجيو لنا هنا، كاين عندنا كليان تجيو تيجيو عندنا الكوري هنا للضيعه هنايا. نعم نعم. إذا كما قلتي فإلى كيف ما كان الحال، إلى كان العيد أو لا ما كانش. أو كان العيد أو ما كانش العيد، إلى الكساب راه مأزم بحال. دابا الحولي طايع عليك ب 3000 درهم. 3000 درهم. الحولي، يعني أنت عندك تقريبا كما شفنا ف بحال بحال كما شفنا الحواله كاملين فبحال بحال اللهم بارك. فالحمد لله الخير موجود تبارك الله كما شفتوا معنا مشاهدينا. هاد المنطقة ديال جماعة أجولة وهاد الناس اللي يعني خدمتهم هو خدمتنا هي الحولية هي الكسيبة ديال الحرفة ديالهم من غيرها، من غيرها. إذا مشاهدينا هذا هو الحولي السردي واللي كيتواجد بمنطقة جماعة أجولة دوار خنيفر إقليم قلعة أسرغنا. إذا مش نعم تفضل الشريف حكي لنا. الناس كيتزاطموا علينا هما اللي الرباط. اييه. وكيسدوا لنا المحلات، حنا كنكريو بثلاثة الملايين بجوج ملايين باش كنكريو المحل. شحال كتكريو المحل في الرباط؟ كنكريو بجوج ملايين، بجوج ملايين ونص. جوج ملايين لاش المدة؟ المكازا. شحال شحال المدة؟ الموسم 10 أيام؟ 10 أيام اللي كنقعدوا فيها. 10 أيام وصافي. 10 أيام. يعني 10 أيام كتكريو بربعة الملايين في الرباط. 4 ملايين، 3 ملايين، 2 ملايين. أييه. أييه. على المكازا. على المكازا ما بدات لينا. كنجيو دوك صحاب مالي البلدية. أييه. كيصوتونا، كيصوتوا لنا ولادنا وسدوا لنا على واحد الريعة من ولد كلمات. أييه. وسدوا لنا على المغلم، خرجوا لنا بلا بيع. اييه. وكيقول لك ارحل للسوق. حنا السوق فيه الشفاره. وفيه الضيعه ديال الماء ما كاينش. وبرانيين. وفيه الضو ما كاينش. وحنا برانيين كنمشيو ب 500 كيلومتر، كينزلوا علينا بالعصا والتهجوم وداك الشيء. كنطلبوا من الله ومن سيدنا يحيد علينا هذاك الشيء، بغينا نكريو المحلات كل ما ديك 4 ايام. كنقعدوا 4 ايام ونجيو حالنا. يعني كتسوقوا انتم عندكم السوق هو 4 ايام ديال العيد. ديال العيد الاخره. واخا سيدي احكي لنا على السنه اللي فاتت، السنه الماضيه بعتوا الحولي ديال العيد. حبسونا عليه. ياك. شاط لكم شي حاجه؟ شاط لينا. شحال شاط لك ديال الحولي انت؟ انا شاطوا لينا 10. اييه. ولدي شاطوا لي 10. اييه. هذا هذا السي مغاد شاطوا ليه ما عرفت 20. اييه. شاط لي هاد البركه ما داهاش. اييه. هذه راه من عندهم. وضاحوا على الناس كيصوتوا فيهم وجابوا لهم المخزنيه وسدوا لنا الردويات على بنادم وعلى البعيد. كنطالبوا من الله ومن سيدنا يعطينا الانتصار في الرباط. ان شاء الله. شوف احنا مغرب واحد، بلد واحد، احنا كنا تحت الرايه الوطنيه وراء جلاله الملك محمد السادس نصره الله. اذا نطلب الله سبحانه وتعالى الحاج باش يرفع لنا هذا الوباء هو الاول، والباب مفتوح لك الحاج في انحاء المملكه فين ما مشيتي اتبيع وتشري. الله يحفظ سيدنا، الله يحفظ سيدنا، الله يحفظ ايمانه، الله يحفظه من ولاد الحرام، الله يحفظ مغربنا، الله يحفظ العسكر ديالنا، الله يحفظ الجيوش ديالنا، الله يحفظ الطب ديالنا، الله يحيي علينا هذا المرض، الله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا، الله يسر سيدنا، عاش الملك، عاش الملك، الله ينصره، نطلبوا الله، الله ينصره على من عاداه، امين، الله يحفظه هو وولاده، الله يحفظه في ايمانه، الاسرة العلوية، الاسرة العلوية، راه مكبر، ومولاي الحسن ان شاء الله، وراه كبير على المغرب، وراه كبير وصغير، وراه مكبر لنا الشان. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا، عاش سيدنا، دائما مجندين ولو بهذه الازمه، احنا مجندين وراء جلاله الملك، تنطلبوا من الله يرفع علينا هذا البلاء ديال هذه كورونا. واخر كلامنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ينصر سيدنا، اللهم امين. اذا مشاهدينا كما شفتوا معنا فالحمد الحمد لله في الباديه كاين الخير. والله الا كاين الازمه وتكرفسنا الحمد لله. وعاش الملك، الله ينصر سيدنا، الحمد لله. حنا راه كنقول سيدنا الله ينصرو، امين، الله ينصر. ونطلبوا الله يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله، وترجع الامور تحل ابواب الاسواق الاسبوعيه ان شاء الله، وتمشيوا حتى انتم هذا الدعم. تنطلبوا نعم كل عيد فيه. انا ما كانش العيد فلا غيت كرفس، كنطلبوا من السيد الوزير ديالنا والوزير الفلاحة يكون يعاونهم ويجبر حالهم. سيدنا الله يعلي شانه، راه عطانا هذا الدعم ديال هذا 20000 نفعنا، ورحنا كنا به الخبز ورحنا عشنا به، الناس ما عندها ما تاكلش، الناس كانت كرست، والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على سيدنا، الله ينصر سيدنا، عاش الملك، عاش الملك، الله ينصر سيدنا، امين.
الله ما بين. إذن متتبعينا كما شفتوا معنا مباشرة من ضواحي قلعة أسرغنا من جماعة أجولة من دوار خنيفر، كنا رفقة هاد الناس اللي كي يمتحنوا هاد المهنة ديال الكسيبة ديال الحولي ديال السردي في هاد المناسبة ديال عيد الأضحى، واللي كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يرفع عنا هاد الوباء في أقرب وقت إن شاء الله. ونتمنوا كذلك ونتمنوا إن شاء الله من نتمنوا إن شاء الله من الله نتمنوا كذلك إن شاء الله يكون إن شاء الله العيد وترفع لنا هذا الوباء في أقرب وقت باش الناس إن شاء الله تهيأ العيد وتوجد العيد. فتحية لكل المتتبعين عبر قناة شوف تي في. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا البث المباشر من ضواحي قلعة أسرغنا من جماعة أجولة. فتحية لكل المتتبعين قناة شوف تي في، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية لكم.